مؤسسة محلي دائرة نظافي طبعا ودائرة البلدية نقوم بعمل طبعا بعد إزالة الركام في المدينة وإزالة الركام من الطرق العامة والفرعية نقوم الآن بطبعا تأهيل الشوارع ومداخل المدينة من كافة المداخل. طبعا بدأنا في مدخل الرئيسي لمدينة الباب، مدخل رئيسي من بين مدينة الراعي ومدينة الباب. طبعا بدأنا كبداية بإزالة الأوساخ والركام في الشارع، ومن ثم تأهيل الأرصفة سواء من تهديم أو ترميم.